أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تشهده من تطور ونمو على مختلف الأصعدة. ونوى سمو بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها العسكرية والدفاعية، والتي تحظى بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، الفريق بحري أندرو بورنز قائد الأسطول البحري الملكي البريطاني في قصر القضيبية اليوم، حيث رحب سموه بالضيف والوفد المرافق مشيدا بمستويات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدا سموه أهمية مواصلة البناء على ما تحقق على صعيد مسارات التعاون والتنسيق البحريني البريطاني بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة. كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية.